لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا وسهلا متابعي ومشاهدي جريدة عبير، مباشرة من الدار البيضاء وبالضبط من دريس الحارشي سباشا بلوك واحد. هاد السيدة أمي عائشة مسنة، عندها فوق 80 سنة، تشباش في الشارع، ما عندها لا حنين لا رحيم، تخلاو عليها العائلة ديالها، تشباش مع واحد البنية اللي هي مريضة، ما لقيناهاش معاها دابا من بعد منادات الساكنة اللي تتألموا لهاد السيدة هادي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة لا إلا حول بالله ولا العلي قوة العظيم. إلا بالله. امرأة في عقدها الثامن تقارب 80 سنة، لا حنين لا رحيم، الوليدات عندها ولكن ما مسوقينش ليها. هذه المرأة مسكينة اللي عندها السمع قليل، كتبات في الشارع العام في الخلاء، لا حنين لا رحيم. كما كتشوفوا معنا هزت ما تيسر لها من 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 الأساس ديال البيت ديالها، وجات للشارع في شارع شجر من اكبر احياء مدينه دريس الدار البيضاء، الحارسي دريس بلوك الحارسي واحد. بلوك واحد. هاد السيده في العمر ديالها تقريبا داخله في 80 سنه، لا حنين لا رحيم. شوفوا الحاله الكارثيه اللي كتعيشها، هاد الحاله الماساويه اللي كتعيشها، وكتقول ان راه عندها الوليدات، ولكن دور المجتمع دور المدني، المجتمع المدني والجمعيات ديال المجتمع المدني ديال ودوك اللي سباشا كيقلبوا على وانتخابات. المناح والدعم، ونتمنوا ان هذه الرساله توصل للمسؤولين، المسؤولين ديال سباته مدينه الدار البيضاء. هذه السيده راه في العقد الثامن ديالها، 80 سنه وكتنعس في الزنقه، لا حنين لا رحيم الا الله عز وجل والجيران ديال هاد الناس اللي كيتهلاو فيها وكيجيبوا لها ما تيسر. هذه رساله للناس، هذه السيده اللي في العمر ديالها دابا 80 سنه، 80 سنه وكتبان تبات في الشارع، لا حنين لا رحيم، كتبات في الشارع. الانسان عندها اولادها ما مسوقينش لها ناس، ما مريح معزز مكرم، وهذه رساله للولد ديالها اللي هو داخل دارو ساد عليه محالو وسخون مع راسه، ولكن راه كاينه واحد الام ديالك اللي ناعسه في الزنقه، كاينه واحد الام ديالك اللي رباتك وهزاتك وكبراتك، ولكن تخليتي عليها وتبعتي نقولوا وتبعتي حوايج اخرى وخليتي الام ديالك. انت اللي كنتي انت دابا ناعس ومرتاح في دارك، الام ديالك اللي ولاتك واللي تكرفصات عليك كتبات في الزنقه. هذه رساله للمجتمع المدني ديال سباته، شارع دريس الحارثي مدينه الدار البيضاء بلوك واحد، بلوك واحد، ان هذه السيده مسنه في عقد ديالها الثامنه وقليله الصب، ما كتسمعش مزيان. ام عائشه، ام عائشه اللي كتفرج الشارع، كتوسد الشارع، كتبات في الشارع. شحال من يوم دابا مسكينه وهي كتبات في الشارع؟ اليوم الخامس، شوفوا حوايجها، اليوم الخامس واش ما بقات لا حناله وسط المريض. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حنا في سنة 2021 وباقيين تنشوفوا بحال هاد المآسي، هادشي تيضر في الخاطر. كاين الشارع كيف ما تشوفوا معانا، بلوك واحد، بلوك واحد، دريس الحارشي، شارع دريس الحارشي. هذه رسالة للمجتمع المدني، إخوان بارطاجيو باش هذا الشيء يوصل للمسؤولين، بارطاجيو، اللي ما يقدرش يساعد السيدة غير بارطاجيو. نوجهوا الرسالة لواحد الفاعل جمعوي اللي كنعرفوه، البرلماني ديال المنطقة، البرلماني ديال المنطقة، لسيدة الخير، واش ما وصلتلوش هذه الرسالة؟ واش ما قالوش لي أن السيدة راه كتبات في الخلاء؟ راه برلماني ورئيس جماعة ديال سيدي عثمان. نتمنوا أن المسؤولين، أن الصاهرين، الصاهرين ديال الوحدات الاجتماعية، هذه السيدة كتبات في الشارع العام، السيدة اللي في العقد ديالها 80، رسالة، رسالة، السيدة ما قدرتش تهضر، كتمت الدموع ديالها داخلها، وكتوصل لكم رسالة أن السيدة أم عائشة 80 سنة ومازال باقا كتنعس في الزنقة، خمس أيام. من العيب والعار نشوفوا واحد الأم، واحد الإمرأة، حنا راه مغاربة، نشوفوا واحد الأم اللي عندها 80 سنة تتبات في الشارع، هادشي راه تيضر في الخاطر، هادشي راه ضرنا والله العظيم إلا هادشي راه ضرنا. ما بغيناش هادشي يبقى في البلاد ديالنا. فين هو دور المجتمع المدني؟ فين هو دور الجمعيات؟ فين هو دور المسؤولين على هاد الحي هذا، حي سباته؟ هاد السيدة مسكينة تتمات في الزنقة كيف ما تشوفوا معانا. شوفوا والله إلا منظر يحز في النفس، أقسم بالله إلا منظر يحز في النفس، هادشي تيضر في الخاطر، هادشي تيضر في الخاطر، هادشي أقسم بالله إلا تيضر في الخاطر، من العيب والعار. فينا هما الجمعيات اختي وفاء؟
اين الجمعيات اختي؟ فينا هما؟ مش نشوفوهم تيدويو غير في التفاهات، مش نشوفوهمش بحال هذا الشيء. نشوف واحد المراه عندها 80 سنه تشبات في الشارع، هذا راه يحز في النفس، هذا راه امر خطير. الشيء هذا والله العظيم الا اثر فينا. ام عائشه سمحت، ما بغاتش تسمح في البنت ديالها المعاقه. ام عائشه عندها بنتها معاقه، ما تخلاتش عليها، رفضت ان تمشي عند ولادها لان ما قبلوش ليها البنت ديالها المعاقه اللي في حاله صحيه، ما خلاتش تسامح بنتها ورفضت انها تمشي لعند اي واحد بغات بنتها لانها معاقه. وكتمنى من المحسنين اللي شافوا هذا الفيديو مباشره على قناه عبير انهم يتواصلوا مع السيد المجتمع المدني ديال سباته ديال سيدي عثمان. هاد السيده هادي راه كاينه في سباته، راه في سباته في بلوك واحد دريس الحارشي. بالنسبة لهاد المرأة خمس أيام هي ناعسة هنايا وعندها خواتاتها وعندها كلشي، ولا حنا لا رحيم. والمشكلة هي الدرية ديالها خصها تتعالج عقليا، مسطية مسكينة خناقة ناقصة. ها ولدها هو كيسكن غير هنايا، ما داهاش في خواتاتها هما هنايا، ما داوش فيها. وهما نشوفوا في هاد المرأة في هاد الحالة وغنسكسوا المرشح كيدو على فين هو المرشح؟ القايد كيدوز كيشوفها، ما كاين حتى شي حاجة. ملي بغينا نتخبوا على بنادم شي عطانا وراق، وفي الآخر المرأة مسكينة قد هكا وبار ناعسة مسكينة في الزنقة البرد، ما كاينة حتى عشية غتنعس فيها مسكينة. وعلى الشارع اختي شفناها، على الشارع الشانطة شارع عام والو. انت شوف مسكينة الحالة ديالها والو، هادي اي واحد يشوفها يتألم. اختي قولي العنوان ديال هاد الشارع. بلوك واحد قريه الجامعة دريس الحارسي. هادشي في دريس الحارسي سباتة. تنتمناو من الناس من المحسنين باش يجيو يأزروا هاد السيدة، لأننا ولينا واحد الشيء فاشة إنسانية ولينا تنشوفوها غير من الناس، مابقيناش تنشوفوها من الجمعيات، مابقيناش تنشوفوها من المسؤولين. عيب وعار، حنا في سنة 2021 نشوفوا واحد السيدة عندها 80 عام باقا تشبهش في الزنقة، هادشي يحز في النفس، هادشي يضر في الخاطر والله العظيم إلا هادشي يضر. حسبي الله ونعم الوكيل أختي وفاء، حسبي الله ونعم الوكيل. السيدة ما قدرتش تهضر حابسة الدموع ديالها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما فرطتش في بنتها. هادشي كيتمنى ان من المحسنين اللي كيشاهدونا على قناه عبير انهم يتصلوا شارع الحارسي. حنا تنقولوا للمحسنين، تنقولوا للمحسنين حنا ما تنقولوش للمحسنين باش يعيطوا لينا ولا يعطيونا شي حاجه، يجيو يتواصلوا مع هذه السيده، يجيو ينقذوها، يجيو يديوها للمأوى ديال الناس اللي في السن ديالها. هاد السيده راه كاينه في دريس الحارشي بلوك واحد سباته. غنعاود نقول ادريس الحارشي بلوك واحد سباته. وتنتمناو من الجمعيات اللي الله ياخذ فيهم الحق، انا غنقول لكم الجمعيات اللي في سباته الله ياخذ فيكم الحق، لان واش هذه الحاله هذه ما توصلتوش بها، ما تدوزوش من هذا الشارع. هذا الشارع على الشارع العام، على الشارع الشجر، يعني على التراب والبرد، وحنا دابا دخول الشتاء. اكيد اخي ولاء، هذه الملاحظه ديالك في محلها، دابا جاي الشتاء جاي البرد، ودابا كاين البرد. شوفوا السيده كيفاش، شحال من مانطه، شوف شحال من مانطه ديالها، شوف المانطه وحده كتنعس عليها مسكينه. اربعه ديال مدينه مدينه عمي مسكينه. هاد السيده هادي راه جايه الشتاء، تبات مسكينه في البرد والشتاء في هذا الليل هذا. ربي الصوت يتسمع. هاد السيده هادي تشبات في الزنقه شي اربع ايام دابا وهي كتبات هنا في الزنقه. لا لا الحير لا رحيم مسكينه، لا من يشوف من الحاله. وجاي الشتا دابا تكرم مزيان تبارك الله. هادشي تيألمكم؟ بزاف، راه جابنا حنا البكا ماشي كيألمنا. هادشي تيضر في الخاطر، تشوف واحد الأم عندها 80 سنة تتباش في الشارع. لا ولاد لا هي مسكينة عايشة في الزنقة. يحزوا في النفس هادشي. عمي عاود أكد لهم عاود أكد لهم العنوان باش الناس تجي تواصل معاها. بلوك واحد بلوك واحد بلوك واحد. دريس الحارشي. شارع الشجر. شارع الشجر بلوك واحد دريس الحارشي. سباتة. تنتمناو قصارية سباتة باش ما تخلاوش على هاد السيدة، لأنها راه في واحد الحالة مزرية وجاية دابا الشتا والبرد. يحز في النفس، حسبي الله ونعم الوكيل. ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء. هادشي تيضر في الخاطر والله العظيم، هادشي تيضر في الخاطر إلى مباشر آخر إن شاء الله. ما قدرناش حنا والله ما قدرنا نطولوا في هاد المباشر.